اللي في شرم الشيخ؟ ده كاس عالم انديه، مش هيكون فيه معسكر زي المعسكر اللي فات قبل كولومبيا، عشان كولومبيا كان منتخب. فكابتن سامح والاتحاد المصري عملوا لنا معسكر في اسكندريه شهرين زي ما احمد قال. فده كاس عالم انديه، في كل واحد بيتمرن في النادي بتاعه عادي، مش بيكون ليه معسكر زي بطوله العالم بتاعه الانتخابات. بس طبعا هو شهر وكل حاجه فيها التزام بقى، نوم بدري، اكل مظبوط، كل حاجه مظبوطه، عشان هو شهر واحد يعني لازم تبقى يعني شهر واحد هتقفل فيه كل حاجه خلاص. شهر والسوشيال ميديا هتقفلها برضه؟ مش قوي. ليه الناس بتهتم او ليه الشباب دلوقتي بيهتم بالسوشيال ميديا اساسي؟ لان خليني بس اتكلم على الصوره دي. احمد تامر، صوره في حياتك قلت لي الصوره دي انا يعني بتفتخر بيها دائما وابدا. دكتور هشام يعني اكيد لازم اعرف ان الصوره دي معانا دكتور هشام العمري في الصوره دي. دكتور هشام العمري عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق، وهو احمد طلب مني ان انا احط له الصوره دي على الهواء. قول لي يا احمد حكايه الصوره دي. يمكن دكتور هشام، فانا رحت له من سنتين، كان عندي بطوله عالم شرم الشيخ، كنت ناشئين برده، ورحت له بعدها. انا فعلا تحولت في السنتين دول، يعني هو نقلني نقله ثانيه خالص في التغذيه. فعلا فرق معايا جدا، واكيد يعني فرق معايا جدا في اللي انا وصلت له دلوقتي. وفعلا بشكره ان هو من الناس اللي انا بحبها قوي. يعني دكتور هشام عمري وقف معاك وقفه قويه جدا. فيه طبعا على طول دكتور هشام معايا على طول، بكلمه على طول، بروح له على طول العياده قبل البطولات، بيشجعني جدا، بيديني دفعه جدا. قبل بطولات العالم كنت بروح له، بيقعد يكلمني، كان بيفرق معايا جدا. طبعا بيفرق معاك نفسي ولا بيفرق معاك في البرنامج اللي هو بيعمله معاك؟ الاثنين يعني، غير البرنامج كمان كان بيقعد يتكلم معايا في حاجات نفسيه وكده، بيخليني داخل البطولات.